يسترك زي ما سترت علي. مش هنسلك الجميل ده ابو نسب، اطلب عن يدهم لك اصيل اردها لك في مزنق. وحشني وكان نفسي اسمع صوتك طول اليوم. انا رايحه للدكتور وهخلص كمان ساعه، نفسي اشوفك وعاوزه اتكلم معاك. تجري من تحتها الأنهار كلما رزقت منها من ثمرة رزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وآتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا ست الكل، أموري؟ الأمر لله وحده. لو سمحت كنت عايزة أشوف البرفانات الجديدة. طالما حضرتك بتسألي عن العطور الجديدة يبقى أكيد جربتي القديمة، يبقى الأخت شرفتنا بالزيارة قبل كده. يا خبر، هو أنت لحقت تنساني؟ أنا عمري ما أنسى زبايني، وخصوصا الناس المحترمة اللي زي حضرتك. على فكرة معظم زبايني ستات محترمة منتقبات زي حضرتك كده، وبعرفهم من صوتهم، بس صوت حضرتك يعني جديد عليا، بس هعرفه برضه. ما علينا، ممكن توريني البرفانات؟ والله تحت أمرك، المجموعة اللي ورايا دي كلها جديدة وإن شاء الله تعجبك، اختار اللي يعجبك منها. طيب أنت ترشح لي إيه؟ والله على حسب المناسبة اللي حضرتك هتستخدمي فيها العطر. الحقيقة جوزي هاجرني وكنت عايزة حاجة يعني تحببه فيا. المجموعة دي كويسة قوي وتأثيرها كويس. هو أنت مجربها مع مراتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنا هدل حضرتك على حاجة أي كلام برضو. طيب على كده بقى المفروض أسأل المدام، ما أسألكش أنت. حلوة دي يا ست هانم، المرة الجاية بقى أجيبها معايا المحل عشان تشوريها بنفسي. إيه مالك بتتكلم عنها كده ليه؟ هو أنت مش سعيد معاها؟ هي نكادية؟ لا إله إلا الله، لازمته ايه بس الكلام ده يا اختي؟ يعني هم بيقولوا كده ان البيان يحبوا ياخدوا يده في الكلام مع الستات. ايوه بس الكلام له اصول برضه وله حدود. حضرتك تقدري تقولي لي اخترت ايه علشان نخلص؟ طيب هات لي دي. بأمرك. اتفضلي. طب اذا سمحت يعني تدور وشك الناحيه الثانيه عشان اعرف اشم كويس. حول ولا قوة إلا بالله، اتفضلي شمي. يا أعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب، هي دي اللي أنت مجربها مع مراتك؟ ده على كده مراتك دي ما عندهاش لا ذوق ولا إحساس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لازمته إيه بس الكلام ده يا ست؟ أنا مراتي ذوقها زي الفل وست الستات. يا حبيبي يا حسين. أعوذ بالله من غضب الله، إيه وليا في إيه؟ ما تخافش يا حبيبي. أنا هدى. غطي غطي. أنت اتجننتي يا هدى؟ عاملة لي كمين بتمتحنيني؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله يا حبيبي، أخدت 10 على 10، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. حبك بورص وعشرة خرص إن شاء الله. سايبة بيتك وعيالك لمين يا هبلة؟ ما تخافش يا أخويا، سايباهم مع أم حمدي الله يسترها، ما تقلقش، عاملة الواجب والزيادة معايا. 100 نيلة عليكي وعلى أم حمدي في ساعة واحدة، أنت خلاص ضربتي يا هدى، أنا سكت لك كتير فواضح إن أنت سقتي فيها، فلازم تتربي من أول وجديد. إيه يا حسين، أنت هتزعقلي في وسط المحل ولا إيه؟ ثواني أقفل المحل عشان أعرف أربيك على رواقة. يا سلام، إيه يعني يا أخويا، يعني لما كنت بطمن بنفسي أشوفك بتخوني ولا لا؟ بالطريقه الرخيصه دي؟ ايه ده ايه ده ايه، انت هتغلط ولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تغلطش احسن لك. افرضي يا بليه يا مجنونه كنت بقول كلمه مجامله لزبونه، تفكري ايه؟ تظن فيا ظن سوء ولا تفتكريني بخونك؟ اعوذ بالله اعوذ بالله، انت خلاص لسعتي يا هدى وفيوزاتك ضربت كلها ولازم تتربي من اول وجديد. يعني هتعملي ايه بقى يا سي حسين؟ هتشوفي هعمل ايه، انا هسيب لك البيت وامشي. يا سلام، كل الهيصه دي عشان كنت بطمن اذا كنت بتخوني ولا لا؟ برضه هتقولي الكلام لهبل ده تاني، انت ما عادش ينفع معاكي كلام. انا مش هسيب لك البيت بس، انا هسيب لك المحل كمان. اتفضلي ادي مفاتيح المحل، اتفضلي اشبعي بيه قبل ما اقول كلام يغضب ربنا ولا ارتكب جنايه. والله ما تعرف ترتكب لا جنايه ولا جنحه كمان. استنى هنا، ما تسيبنيش وانا واقفه كده اتكلم لوحدي يعني؟ طب ولا ايه؟ دي كانت صوره مهببه.
منك لله يا ام حمدي، اللي هتتوكس انت وحمدي. يلا هاني افتح حال اجمد اجمد يا الصلاة على النبي عليك. هي هي دي، برافو عليك يا حبيب ابوك، كسر يلا وكل ما شاء الله. يلا بالهنا والشفا، خليكي في اللي انت بتاكلي فيه لما تبقي زي عود الكبريت. ما انت عود كبريت اساسا. اقتح خير في ايه؟ بتصل بمحمود ما بيردش علي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو مش هيرد، مكسوف، أخوك خجول، تلاقي بس مستنى لما الأمور تهدى والموضوع يتنسي، ولا إيه؟ اديله فرصة وما تستعجلش عليه، وبعدين إذا كان على أكلة السمك، نحش له من أبوه في التلاجة ياكله بالهنا في أي وقت لما يجي، وما يبقى بارك لابنك، بسم الله ما شاء الله بيفتح الكابوريا، افتح كابوريا لأمك هالة، يلا قومي، قومي هني كده وافرحي بيه، قومي. قلت ليش رايك فيا ايه وانا ماشيه بالعكاز؟ شفت، ادي ميزه ان يبقى عندك في البيت عكاز، عشان لما تزنق فيه تلاقيه على طول، مش لسه تنزل الاجزخانات وتدور على مقاسك وتحتاس. مش في عيال بيستلفوا من ابوهم الهدوم؟ اني استلفت من ابويا العكاز، وبيني وبينك فرحانه عشان مش هيقدر ينزل، واني اقدر اشوفك. اصلك وحشتني وفرحانة إنك وافقت تقابلني النهاردة، أصلي كنت خايفة تكون زعلت من أبويا مبارح. أتاريك لسه زعلان برضو ساكت؟ خد بالك العكاز في إيدي، أنت حر. نبي تبسم، تبسم والنبي، أنا صوتي وحش لو غنيت لك هعورك. كفاية يا عيشة، كفاية الله يكرمك. كفاية إيه بس؟ كفاية وخلاص. بصي، كفاية عشان مش هينفع أصلا. هو إيه اللي مش هينفع؟ وليه يعني مش هينفع؟ بصي يا عيشة، الحياة مش لعبة، دي دنيا ومسؤوليات. يا ريت الحياة كانت على قد اللحظات الحلوة اللي بنحسها لما بنقابل حد القلب يتفتح له، يا ريتها كانت كده، يا ريتها كانت على قد الأحلام الجميلة والضحكة الحلوة اللي طالعة من القلب. كانش حد غلب. أنت ليه مصعبها على نفسك وعليا؟ يعني إحنا يا دوبك بنقول يا هادي. ما هو عشان مش هينفع يبقى لازم أقولها، ومن الأول. بص يا عيشة، هي الدنيا والظروف كده. عندك حق، وأني عارفة ظروفي ودنيتي. أنا بس جاي أقولك إن أنا خلاص مسافر، سايب بورسعيد بكرة الفجر، ما كانش ينفع أسافر من غير ما أشوفك. ربنا معاك يا محمود، خد بالك من نفسك. خدي بالك أنت من نفسك، خدي بالك من أبوك. شوف وشك بخير عايشة. سلام، سلام يا محمود. ما تيجي تاكلي يا عيشة. ماليش نفس يا بنتي. ما ينفعش كده، ده انت على لحن بطنك من الصبح. قلت لك مش عاوزة. يا رب يا رب جيب العوايب سليمة وقدم لها كل ما فيه الخير يا رب.